وتلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله برقية تهنية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد فيما يلي نصها سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين المفدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم الكريم أسماء آيات التهاني والتبريكات مقرونة بخالص الأمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيدة دعينا الله سبحانه وتعالى في هذه المناسبة المباركة أن يحفظ جلالتكم ويحقق كل ما تتطلعون إليه من رفعة وتقدم لهذه المملكة الغالية وأبنائها الأوفياء وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة وأمثالها على جلالتكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة وطول العمر وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات ودمتم سيدي بحفظ الله سالمين موفقين ابنكم المخلص سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هذا نصها صاحب السمو الملكي ابننا العزيز الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه لمن دواعي الغبطة أن تلقينا برقية سموكم المهنئة لنا بحلول عيد الفطر المبارك لعام 1440 للهجرة وأننا نشكر سموكم خالص الشكر لا نبعث لكم بأطيب تحياتنا وتمنياتنا على أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموكم وعلى مملكتنا العزيزة وشعبنا الوفي والأمتين العربية والإسلامية بالخير والمسرات ونسأله تعالى أن يمتعكم بالصحة والعافية والسعادة حفظكم الله ورعاكم ودمتم بحفظ الله سالمين والدكم حمد بن عيسى ال خليفه ملك مملكه البحرين